أودى بحياة 26 شخصا وأكثر من 60 جريح. وقد أظهر الفيلم الذي حصلت عليه قناة العالم لحظة التفجير. تفجير هناك تحت الجسر. تفجير هناك تفجير. تم بالعضلة. تم بالعضلة. مع هالمرة عن سيارة الأمج. ما أودى بحياة 26 شخصا وأكثر من 60 جريح. وقد أظهر الفيلم الذي حصلت عليه قناة العالم لحظة التفجير. تفجير هناك تحت الجسر. تفجير هناك تفجير. تم بالعضلة. مع هالمرة عن سيارة الأمج.